الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد لك عسى أن يبعثك ربك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء وإذا مسه الشر كان يئوسا.
قل قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر
وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي